عن مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا نبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم عن صندوق تنميه الصادرات المصريه بوزاره التجاره والصناعه. ده صندوق عظيم جدا، وزي ما هو واضح من مسماه هدفه تنميه الصادرات المصريه والوصول بالصادرات المصريه الى خطه ال 100 مليار دولار. 100 مليار دولار صادرات مصريه لكل اسواق العالم. طب وصلنا لإيه في هذه الخطة؟ صدرنا لغاية 40 و50 مليار دولار. إذن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. صندوق تنمية الصادرات المصرية أطلق الشريحة الثانية من المرحلة السادسة لمساندة القطاع التصديري ورد الأعباء التصديرية اللي بتتحملها الشركات المصرية حتى يمكن أن تغزو أسواق العالم. الشريحة دي قيمتها 4 مليارات و800 مليون جنيه، بصافي حوالي 3 مليار و700 مليون جنيه. احنا عارفين ان المبادرة اللي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية هي رد الاعباء التصديرية بشكل فوري مع خصم 15%، وبقى ليها مسمى شهير جدا هو مبادرة السداد المعجل. كل الشركات المصرية بتستفيد من الأعباء التصديرية طالما نجحت في غزو أسواق العالم. عندنا 1193 شركة مصرية في جميع القطاعات التصديرية هتستفيد من هذه المرحلة. ده موضوع هام جدا، ولكن اللي لفت انتباهي في الخبر أن هناك 115 شركة مصرية اتقدمت لصندوق تنمية الصادرات، ولكن لم يتم حتى اليوم تحديد مديونيتها لمختلف جهات الدولة، وبالتالي لم تحصل على أموال تنمية الصادرات أو رد الأعباء التصديرية. صندوق بهذا الحجم، صندوق تنمية الصادرات المصرية، ينفذ مبادرة قايم عليها وزارتين، وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ولا يملك لجنة مهمتها فض وتحديد مديونيات مختلف الجهات على الشركات المصرية التصديرية. مطلوب سرعة إنجاز موقف هذه الشركات. الشركات المصرية بتستنى رد الأعباء التصديرية عشان تقدر تكمل، عشان تقدر تجيب خامات، عشان تقدر تفتح أسواق جديدة لمنتجات مصرية. الكل يعمل لصالح خطة 100 مليار دولار صادرات. إذن الهدف من الحديث اليوم في برنامج الجدعان عن صندوق تنمية الصادرات هو إنقاذ 115 شركة مصرية في مختلف القطاعات التصديرية اتقدمت لصندوق تنمية الصادرات المصرية وحتى اليوم لم تحصل على حقوقها، رغم أننا في الشريحة الثانية من المرحلة السادسة اللي تخصص ليها 4 مليارات و700 مليون جنيه. مطلوب إنجاز موقف هذه الشركات وبيان مدى مديونيتها لمختلف جهات الدولة حتى تحصل على مستحقاتها من صندوق تنمية الصادرات المصرية. 115 شركة أمانة في وزارة التجارة وتستحق كل الدعم والمساندة طالما إن منتجها المصري نجح في غزو أسواق
العالم. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان في أشهر مزارع فاكهة دراجون فروت في مصر، والتي أسسها المهندس عليوة مصطفى عليوة، والذي يبلغ من العام 77 عاما، واستحوذ على 101 صنف من أصناف دراجون فروت العالمية، لتتحول مزرعة الإنتاجية إلى مزرعة بحثية متخصصة في إنتاج أفضل شتلات دراجون فروت. فريق الجدعان يرصد نجاح تجربة تحميل الذرة على فول الصويا وزراعتها بالنظم الحيوية، وذلك في أرض المزارع محمد عبد السلام قادوس بقرية أشليم التابعة لمركز أوسنا بالمنوفية، وذلك بهدف إنتاج خليط من سلاج الذرة وفول الصويا وبنسب بروتين تتراوح ما بين 16 و22%. دلوقتي مع حضراتكم هنقابل المهندس عليوة مصطفى عليوة، ده صاحب واحدة من أشهر مزارع فاكهة الدراجون فروت الاستوائية في مصر، يمتلك 101 صنف من أفضل أصناف العالم من فاكهة الدراجون فروت الاستوائية. هو كمان زرع لناس كتير جدا من راغبي الاستثمار في فاكهة الدراجون فروت. عمره 77 سنة، ربنا يديله الصحة. خليكم معنا. المزرعة اللي قدام حضراتكم دي واحدة من أفضل مزارع فاكهة الدراجون فروت الاستوائية في مصر على الإطلاق، وده الأسباب كتير جداً. أولاً لأنها بتمتلك النهاردة حوالي 101 صنف من أفضل أصناف الدراجون فروت في العالم، وثانياً لأنها أول مزرعة تنتج شتلات دراجون فروت مطعومة على أصول قوية عمرها سنتين على الأقل، وتقدر تقاوم أمراض التربة وتساعد النبات على النمو بقوة، وثالثاً لأنها بتنتج بعلم أفضل شتلات الدراجون فروت من الأصناف المطلوبة في العالم، وبتنتج ثمرها في أقل من سنة، ورابعاً أنها تحولت لمزرعة بحثية هدفها إنتاج أصناف جديدة من الدراجون فروت حجمها أكبر وسكرها أعلى، وخامساً أنها بدأت التصدير فعلياً لثمار الدراجون فروت المصرية لأسواق العالم، وغيرها من الأسباب كتير جداً. أما الأراضي المزروعة فمساحتها حوالي 19 فدان، وبيخططوا لزراعة 50 فدان جديدة، ودي هتكون أكبر مساحة مزروعة بالدراجون فروت في مصر. المزرعة بيمتلكها المهندس عليوة مصطفى عليوة، وهو عمره النهاردة 77 سنة، وأسسها وهو عمره 70 سنة، ربنا يديله الصحة. وبجد هو عنده إصرار وطاقة إنه يشتغل وينجح ويساعد كل اللي حواليه، ويديهم بكل حب خبراته ويفهمهم إزاي يزرعوا نبات استوائي في مصر ويحققوا أفضل إنتاج. وبالمناسبة أرباح مزارع دراجون فروت فوق الخيال. أما السيدة عفاف أيوب الدقيشي، حرم المهندس عليوة مصطفى عليوة ورفيقة الكفاح والحب والنجاح في حياتها كلها تحولت لدراجون في دراجون بجميع ألوانه، أحمر أصفر أبيض، لأنها بتلف العالم ورا أي صنف جديد بينتجه أي مربي، من أمريكا لتهيتي لتايلاند لماليزيا، المهم مفيش صنف في العالم مش عارفة فين مكانه ويتجاب إزاي. نموذج مبهر فعلا. تعالوا نقابل المهندس عليوة مصطفى عليوة، صاحب مزارع إيجي بيتايا المتخصصة في فاكهة الدراجون فروت وشتلاته. من حوالي سنتين زرناك في المزرعة هنا، قلت لي جملة: أنا يوميا يا محمد باكل ثمرة الدراجون فروت. الله أكبر، أنا شافك بتصغر مش بتكبر، ربنا يديك الصحة. الحمد لله. سنتين الشجر بقى شكله يفرح، الإنتاج بقى عظيم جدا، عملنا فيهم إيه؟ احكي لي. والله عملنا كتير، يعني الحمد لله رب العالمين، تعلمنا كتير قوي، جبنا أصناف ثانية كتير قوي، دخلنا الديتا بتاعتنا أصناف ممتازة جدا عشان تنتج في السنوات اللي جاية. احنا لغاية النهاردة ما اشتغلناش غير في 7-8 أصناف من كل اللي جبناه ده. طبعا دول الأصناف المنتخبة اللي تديني أفضل إنتاج وأعلى إنتاج. طب ليه مصرين هنا على أن أنتوا تلفوا وتجمعوا الأصناف من العالم كله؟ أنا سمعت أن عندكم هنا، احنا كنا المرة فات 41، النهاردة احنا بنتكلم في 101 صنف. بندور والبحث عن الأفضل باستمرار، زي ما قلنا
لو قلنا نار 7-8 أصناف بس فيه في الجعبة كتير، وفي أصناف كتير استبعدناها فعلا. إيه المواصفات اللي بتخليك تقول الصنف ده ناجح معنا في مصر وهي ممتاز جدا؟ الطعم، القبول، الذوق العام بتاعه، الشيلف لايف بتاع الثمرة، حجم الثمرة لأنه مهم جدا، إنتاجية الشجرة قد إيه. أنا بدور على أكتر شجرة تديني إنتاج. إنتاج أنت توقعت شخصيا النجاح ده؟ لا، النوع الشتلة المظبوط بالإضافة لل يعني الشغل الجيد معها، فبتطلع الإنتاج ده مع زي ما قلت مناخ بلدنا الرائع. إحنا فرقين عن إفار إيست بقى يعني مش أقل من 5 درجات بريكس في كل صنف من الأصناف بتاعتنا. حلاوة؟ حلاوة. ما أنا عايز أعرف من حاجة دلوقتي، الدراجون فروت الفدان يكلف كام النهاردة؟ بكل أسف يعني الفدان كان وصل لما قلنا والله الأيام مع بكل تجهيزاته حضرتك كنت معنا المرة اللي فاتت كان وصل الفدان مثلا ل700,000 يعني بكل الأعمدة اللي بتطلع عليها الأشجار الدراجون فروت كله بالكامل. آه. لا دلوقتي قربنا على 1,000,000. هو ليه في فرق بين أسعار الشتلات؟ يعني في شتلة دراجون فروت 30 جنيه ونفس الشكل تلاقيها 200 جنيه، ليه؟ إيه الفرق؟ أنت علشان تمشي بشكل علمي كامل لازم يتقال، وقلنا الكلام ده بدل المرة 100، أنا لازم أخد الشتلة من فرع سبق إنتاجه. يعني أنتج يعني الفرع ده داني السنة دي، أنا باخد آخر 30 سنتي فيه بيبقوا الشتلة جديدة. أنا عشان أخد الشتلة دي من الفرع ده بقالها قد إيه الشجرة وعمرها قد إيه وكلفت كام، وبالتالي الشتلة دي بتسوي كام. الشتلة التانية الرخيصة هو بيجي ياخد مثلا المشتل، بياخد شتلة بيكبرها مثلا 30 سنتي، بيطلع عليها دور تاني 30 سنتي، فياخد اللي فوق وروح بيعها لك ب30 جنيه، هو كسبان أكتر مني 1,000,000 مرة لسبب هو بياخد شتلة. دي ما بتنتجش بعد قد ايه؟ لا هي مش فكرة كده، هي كل جيل من دول بينزل 10% بقى، بينزل 10% من الجينات الأصلية للمنتج نفسه، وبالتالي بتطلع الثمرة فيها فقدان للجينات الأصلية 10%. تخيل بقى انه خدها مثلا 5-6 بتاع، خلاص بقى فقدت 100% منها. خلي بال حضراتكم، المهندس عليوة مصطفى عليوة تخرج في كلية الفنون الجميلة سنة 1967 واتجه لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وكانت مصانعه في الزاوية الحمراء، ومنها كان بيصدر أفضل الملابس الجاهزة من الأقطان المصرية لكل العالم. وبداية معرفته بفاكهة الدراجون فروت كانت في شرق آسيا، وفوجئ بأنها فاكهة فريدة من نوعها وفوائدها الصحية عظيمة فعلا على صحة الإنسان، ومن يومها قرر زراعتها في مصر مهما كان الثمن. لو أنا عندي أرض وعايز المهندس عليوة هو اللي اشتغل لي فيها، تمام، وهو اللي يشرف عليها لغاية الإنتاج، تمام، ويبقى فيه بيننا نوع من الشراكة، بتعملوها إزاي؟ الشراكة الحالية أنا مثلا بعملها بالضبط الآتي، أنا نوع من المزارعة إذا جاز التعبير، هو طبعا بيعملها بالكامل على حسابه، أنا بدله فقط على السكك، ده راجل بيعمل الأوايم، ده راجل بيعمل الصوبة، ده بيعمل بتاع، لا حد أرخص منه مش مشكلة عندي، مهم أنه يعمل لي الصوبة ومواصفات اللي أنا عايزها. بعدين أنا بزرع له الشتلات اللي أنا بختارها، وليه أنا بختارها زي ما قلت، لأني أنا المسؤول عن تسويقها، وبالتالي أنا بيعها قبل ما أزرعها. فبإذن الله إن شاء الله ما عندناش أي مشاكل في التسويق. في الآخر المقابل اللي أنا باخده، أنا باخد 15% من صافي الإنتاج، أنا مش هاخد حاجة منها غير بعد غير في ثالث سنة لما ابتدي أبيع الإنتاج، هبتدي أخد 15% من صافي الإنتاج. موجة الحر الشديدة اللي عدت على مصر ويعني أرهقت القطاع الزراعي، عايز أعرف إزاي تجاوزناها في مزارع دراجون فروت في المناطق اللي حضرتك بتزرع فيها؟ ما بنملكش حل سحري، إنما اللي حصل إن إحنا في عندنا نظام اللي هو بنعمل شاور للشجرة، أما جه الحر الشديد زودنا الشاور بقى يوم بعد يوم. صدرت أي كميات؟ الحمد لله رب العالمين. فين بقى دخلنا سوق إيه؟ أوروبا الغربية كلها. أوروبا الغربية كلها أهمها طبعا كان بالنسبة لي اللي هو اسكندنافيا، لأنها بتدي أعلى سعر. طب سعرنا كان برا برضو عايز أعرف؟ أنا السنة دي كان 6 يورو. 6 يورو؟ يعني 6,000 يورو لطن. 6,000 يورو لطن دراجون فروت المصري. احنا بنعتبر برضو موقع مصر الجميل، مصر بلدنا الرائعة، موقعها استراتيجي، احنا بندي كل الدول العربية، بندي كل اوروبا، سويعات بيننا وبينهم. انت بتحلم بايه تاني عايز اعرف؟
انت النهارده بدات مشروع عمرك 70 سنه والنهارده 75 سنه وعملت انجاز كبير جدا في دراجون فروت وعندك 101 صنف. ايه الجديد؟ بحلم 1000 فدان دراجون. 1000 فدان دراجون؟ بحلم ان دراجون يبقى المنتج الرئيسي اللي يتصدر من مصر. في ايه الطن بتاعه بالرقم ده بتصدره مصر؟ مفيش. صحيح. طيب اذا كان ده بيدينا ومطلوب في الاسواق العالميه، طب ما نطلعوش ليه؟ ما نوسعوش ليه؟ بنناشد وزاره الزراعه تنزله في الجداول. ما ينفعش ابدا يبقى لغايه النهارده احنا بنصدر وما نزلش في الجداول على انه منتج مصري. يعني ايه ما نزلش في الجداول؟ مش فاهم دي. مش معتمد يعني في حجر الزراعه المصري. ما عرفتش لغايه النهارده ان دراجون فروت بيتزرع في مصر. بكل اسف. دلوقتي هنقابل مع حضراتكم السيده عفاف ايوب الدقيشي، سيده الدراجون فروت بجد، لانها تخصصت فيه لدرجه انها حافظه كل اصنافه وازاي تتزرع ومواصفات افضل شتلاته. وخلي بال حضراتكم افضل مواعيد زراعه الدراجون فروت في شهر مايو والحصاد في اشهر يوليو وسبتمبر ونوفمبر، يعني 3 موجات حصاد في 6 شهور. اما التقليم وانتاج الشتلات فبيكون اول ديسمبر، ولازم الشتلات تكون من فروع انتجت فعليا. السيده عفاف ايوب الدقيشي، حضرتك في المزرعه هنا أنا عايز أسميكي الصندوق الأسود، كل أسرارها معاكي. حضرتك اللي بتلف العالم كله تزوري مراكز الأبحاث، تزوري الجامعات، تشوف الأصناف الجديدة من دراجون فروت وتنزلي بيها جاري على مصر. احنا لازم نجرب هنا ونشوف هتتأقلم معانا ولا لا. الحاجات دي بتعمليها ازاي؟ يعني بتروحي تنقي الصنف على أي أساس؟ بتعرفي معلومات عنه ازاي؟ أيوة، مبدئيا بتبقى يعني انت بتتعرف على كل الانواع من خلال النت وانت قاعد في البيت. تمام. وانس ان انت يعني نشرات علميه حضرتك مشتركه فيها؟ نشرات في بتطلع باستمرار سيركلرز كده من جامعه كاليفورنيا للجزء المختص بالدراجون فروت، فبتبتدي انت بتعمل اصلا سيرش على النوعيات دي وبتشوف اللي انت بالاستقراء المنطقي ان هو مثلا زي ممكن ان ده يمشي في السوق المصري. وانس ان انت استقريت على سيرتن ليست هتجيبها بألوان انت عارف مبدئيا شوية صفات خفيفة عن الموضوع ككل، فبتبتدي فعلا ان انت تحضر الليستة، وبعدين وانس ان انت استقريت عليها فبتبتدي انت تتوجه المكان. واهم حاجة في القصة دي طبعا انها كلها تكون معتمدة من جامعة كاليفورنيا. اكتر الاصناف اللي حضرتك شايفة ان السوق المصري مستوعبها والمزارعين بيتوسعوا فيها، تنصحينا باصناف ايه ما نخرجش عنها؟ هقول لحضرتك يعني الامريكان بيوتي ناجح، الجابانيز جودزيلا ناجحة، هايلي سيرس كاستري سنسز، في المولود الجديد بتاعنا تالت هجين من انتاج المزرعة كان عبارة عن هجين من نوعية صفراء مع نوعية حمراء. اوكي، طلعت حاجة جميلة جدا واحنا اطلقنا عليها وايت كليو. كليو نسبة الى الملكة كليوباترا، فهي دي حاجة مصرية بقى. هجين خاص بالمزرعة وقدرنا نعمل ثبات ليها، يعني طلع شتلات تنتج نفس الثمرة دي بالظبط. عندي سؤال. اتفضل. هو هل في المحطة البحثية دي، لأنا مصر إنها في الاتجاه البحثي أهم كمان من الإنتاجي، رفضتوا فيها أصناف جبتوها فعلا من برة؟ ده حقيقي. أو عملتوا تهجين مع أصناف مصرية موجودة متوطنة هنا ومتأقلمة مع هنا؟ صح. وترفض؟ بص، إحنا طبعا إحنا اللي بنقول طبعا بناء على النتائج. صح. يعني هي الفكرة، إحنا قلنا إن إحنا بالنسبة للمستهلك المصري فهو بتبقى priority one، عايز الحجم والنكهة والمذاق والمحتوى السكري. خلاص. ففي حاجات إحنا فعلا لقينا إنها بس تصلح لحد غاوي إن هو يبقى عنده دراجون فروت اللي هي بتطلع الزهرة النبيتي، طبعا هي رائعة بس المنتج الأخير بيبقى حاجة ثمرة يعني هنقول لا تكاد تبين، يعني 150 250 يعني بالكاد لو وصلت 300، وده ما بيحصلش. زي ايه؟ يعني في حاجات احنا قلنا لا دي نو واي انها تصلح على المستوى التجاري، زي فيزيكال جرافيتي، زي كوني ماير، زي البروني، زي بينك بانثر. انا عايز افهم حاجه للناس برضو والله مهمه جدا بدون مقاطعتك. احنا قاعدين طبعا عايزكم تسامحونا على الدبان اللي حوالينا في كل مكان. صح. بس ده ليه سبب علمي. ده حقيقي. كل الشجر اللي حوالينا ده متسمد عضوي بالفيرمي كومبوست. صح. دوت الفيرمي احنا جبناه لكم قبل كده، هم بيحطين الدود تحت الشجر. ده حقيقي. ومغطينه بالتغذيه بتاعته اللي هو روث حيوانات، روث خيول، كل الكلام ده بيتحط
فالدود بياكل وبالتالي بيغذي الشجره بالمخلفات بتاعته. فكره عبقري جدا، ولكن ده سبب انتشار الدبان. ده صح ولا لا؟ عشان الناس تبقى فاهمه. ده صح. هي الحقيقه بنعمل كده كل شويه. صح، هي الحقيقه دي كانت فكره باشمهندس السيد. يعني احنا التطور اللي حصل هيتكلم عليه باشمهندس السيد فيما بعد، بس الفكره كلها ان احنا في برضو طبيعه العمل المصري في حاجات بيبقى مقبل عليها، وفي حاجات اللي هو بتبقى صعب ان هو يفهم حكايه دود ومش عارفه ايه وبعدين المفروض ان انت تبقى عامل زي الترمومتر. بمعنى ايه؟ ان انت تفضل طالع نازل مع حراره الجو، ان انت تعمل الترطيب اللازم. ففي اغلب الاحيان وجربناها في مزارع كتير من اللي احنا بننشئها ان احنا نعمله في مكان منفصل. فباشمهندس سيد قال لك ليه؟ طب انا بدل ما اجيب الفيرمي، طب انا اجيب الدود نفسه. اتبسطت جدا من الكلام بتاعكو ان سوقنا كبير جدا في تصدير الدراجون فروت، لان انا كنت متخيل ان سوق الدراجون فروت في مصر احسن من بره، لان السعر هنا في السوق المحلي كبير جدا، ما بتقلش 400 جنيه في السوق. صح. السمرتين اللي هم يا دوبك كيلو. بس هو احنا مش بنبيع بالسعر ده. انا فاهم. طبعا. هي بس هو ده حق كل. بتخرج بكام هنا من المزرعه؟ والله هي كسعر جمله بتخرج الابيض على 100 جنيه. يعني هي بتوصل بسبب الوسطاء ل 400 و600 جنيه الكيلو. خلي بال حضراتكم، الدراجون فروت في الاصل نبات متسلق، وفي مزرعه ايجي بيتايا خلوا الدراجون فروت يتسلق على نخيل الزينه ويلف حواليه، وعلى فكره صنف محدد اللي بيتزرع مع النخيل بصوره مباشره في الشمس، وهو الجابانيز جودزيلا، لان على جذوعه طبقة بيضة شمعية وايت مايكروفيلم بتبعد عنه الحرارة، وهو صنف الثمرة بتاعته حمرة من جوه ومطلوبة عالميا. تعالوا نقابل المهندس سيد علي مدير الزراعة في إيجي بيتايا. المهندس سيد علي، حضرتك هنا مدير مزرعة الدراجون فروت، خبرة كبيرة جدا، وصلنا بإنتاجية الشجرة من 30 ل 40 كيلو، وده نجاح كبير جدا. الشجرة شكلها يفرح، فيه اهتمام كبير جدا، ولكن في أسرار أكيد. الشجرة دي أسرارها هي اللي تخلي صاحبها يكسب، وإلا هيتعرض لخسارة كبيرة جدا. ادينا الأسرار والملاحظات على شجرة الدراجون فروت. شجرة الدراجون فروت شجرة معمرة، بتقعد بتعيش سنين طويلة جدا. الجذور بتاعتها أساسا بتمشي أكتر من 2 متر، لذلك اللي بيزرع لازم يراعي ان يرطب لها على طول. بالذات مسافات قد ايه ما بين الشجره والشجره؟ 2 متر ونص. 2 متر ونص. 2 متر ونص. تمام. يراعي الميه يبقى مترطب لها على طول من تحتها، وما يبقاش ميه كتيره. ايه اسرارها بقى الشجره دي؟ الاسرار بقى ان حضرتك الجذور بتمشي 2 متر، يمكن دي اللي احنا اكتشفناها في خلال الست سنين اللي فاتت دي. فبدانا نعمل زي الخطوط دي اللي حضرتك شايفها، وبنحط فيها بقى سابله، وبنحط الاول نشاره وبنحط فيها سابله، ودخلنا بعد كده الدود، نحط الدود يعمل بقى الفيرم كومبوست هو فوقيها على طول. احكي لي عن الحصاد، يبقى امتى ونوصل امتى لاعلى نسبه سكر؟ احكي لنا التفاصيل دي. الدراجون فروت بيدي 3 موجات دلوقتي عندنا، لان احنا في السنه السادسه دلوقتي. الموجه في الشجره عدت 15 كيلو. من امتى لامتى ومن امتى لامتى ومن امتى لامتى؟ يعني بدءا من الشهر اللي فات ده، احنا جمعنا من اسبوعين. اسبوعين يعني نقول اخر 7 واخر 9 واخر 11. الشجره بتدي حوالي، حاليا دلوقتي الشجر بتاعنا احنا بيدي حوالي 15 كيلو في الموجه الواحده. ساعات في شتلات يقول لك هتنتج بعد 2.5 3، وفي شتلات عرفت هنا انها بتنتج بعد 8 شهور. ايه الفرق؟ الفرق دي بتبقى من شجره ام منتجه. اللي بتنتج على طول دي من ام منتجه، بيبقى فيها التزهير اساسا. انا بتقطعها من الشجره الكبيره اللي بتقعد 2 3 سنين، بيبقى شتله من شتله. يعني بتقطع من تحت ولا من الساق المتهدل ده؟ لا، المتهدل اللي نازل. احنا محافظين على فكره ان احنا نزرع على اصول مقاومه لامراض التربه. ايوه صح كده، تمام. لسه محافظين على القصه. ايوه ايوه مش هنا دي. ايه هي بقى الاصول دي، بتجيبها منين؟ الاصول دي استوردها من بره الباشمهندس عليوة، وبنعمل لها هنا تجارب برضو ان هي تتحمل، وبناء عليها بعد 1 أو 2 سنين نقول دي تنفع ولا لا. يعني ده يقاوم امراض ايه في التربه؟ انا عايز اعرف. في عندنا الفطر في التربه، الامراض الفطر وعفن الجذور دول. تملي اللي بي اكتر حاجه تصيب الجذور ذات نفسها، وفي النيماتودا، واحنا تلافينا الموضوع ده بان احنا حطينا الدود بتاع الفيرم كومبوست. يعني الحمد لله ماشي معانا كويس جدا جدا، والانتاج ماشي عندنا شغال. لو حضرتك لاحظت، وهتلاقي العصاره اللي مش مجهده، يعني الشجر مش مجهد. اي شجره دلوقتي تلاقيها في اي حته تلاقيها مجهده، الا عندنا احنا بفضل الله. يعني النهارده في واحد جاي عايز يزرع شجر دراجون فروت، وجاي لحضرتك المزرعه، وحضرتك طبعا من الناس اللي بتنزل تشرف على المزارع دي وتاسسها،
بنختار ازاي الصنف ده ينفع هنا والصنف ده ينفع هنا؟ عندنا احنا في اصناف بتزرع في الحر واصناف بتزرع في البرد، فبينصنف انت بلدك ايه، بيقول مثلا انا محافظه كذا، بنطلع له الاصناف اللي يعني هي بورسعيد دمياط اسكندريه المدن الساحليه بالظبط كده، مع الصرام الابيض، الجزء ده ياخد الصرام الابيض، واجي قبلي في الصرام الاسود اذا كان 63 73 على حسب ما بيبقى. لازم بتزرع تحت سيرم صح كده؟ لازم الانتاج بيبقى اعلى، الشبك ده لازم ده بيدي انتاجيه عاليه. يعني لو مفتوح يبوظ بالشمس؟ والله لا، يعني احنا هنا برضو مجربين في اصناف عندنا زي ليسا زي تريشيا زي الجلولو، في عندنا اصناف كتير اساسا بتتحمل الشمس المباشره، هي عليها طبقه شمعيه كده بتحمي نفسها. المهندس عليوه مصطفى عليوه وحرم السيده عفاف ايوب الدقيشي اسسوا مزرعه بحثيه انتاجيه متميزه وتوسعوا في مساحتها بشكل ممتاز، وفكره الشراكه اللي بينفذوها مع اصحاب مزارع دراجون فروت هايلة، وخصوصا انهم فاهمين في تسويق ثمارها وعارفين اسواقها. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يرصد نجاح تجربة تحميل الذرة على فول الصويا وزراعتها بالنظم الحيوية، وذلك في أرض المزارع محمد عبد السلام قادوس بقرية أشليم التابعة لمركز أوسنا بالمنوفية، وذلك بهدف إنتاج خليط من سلاج الذرة وفول الصويا وبنسب بروتين تتراوح ما بين 16 و22%. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى محافظة المنوفية، هناك هنقابل مجموعة من الفلاحين البسطاء جداً، ولكن لازم نبقى عارفين إن الفلاح المنوفي هو الأشطر دائماً. نفذوا هناك تجربة عظيمة جداً، زراعة الذرة الصفراء مع فول الصويا، يعني حملوا عليها فول الصويا والنتائج كانت مذهلة. خلي بال حضراتكم، المشرف على هذه التجربة بالكامل هو الدكتور محمد فتحي سالم خبير الزراعة الحيوية، خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم في محافظة المنوفية وتحديداً في قرية أشليم مركز أوسنا، زرناها عشان نكون شهود على نموذج رائد في قطاع زراعة الأعلاف الخضراء، وطبقوا 2 من المزارعين، المهندس الزراعي محمد عبد السلام قدوس وأخوه الحاج سيد أحمد عبد السلام قدوس، والاتنين أساتذة في الزراعة. النموذج هو زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا في نفس المساحة بهدف زيادة نسبة البروتين في العلف الأخضر ومكافحة دودة الحشد اللي أضرت بمساحات كبيرة مزروعة بالذرة. وبالمناسبة أرض آل قادوس هي الوحيدة في المنطقة اللي ما تصابتش بدودة الحشد المدمرة، وده ليه أسباب حضراتكم هتتعرفوا عليها دلوقتي. مشهد كان عجيب بالفعل، الأرض هي الوحيدة في المنطقة بالكامل اللي ما تصابتش بالحشرة. التجربة مساحتها 1.5 فدان وتنفذت بالمركبات العضوية النوفا بلس للتسميد والنوفا كي لمكافحة الأفات الزراعية وبدون أي كيماويات، وكلها تحت إشراف الدكتور محمد فتحي سالم خبير الزراعة الحيوية وفريقه العلمي، والنتائج مذهلة بالفعل. وكفاية إن أقول لحضراتكم إن كل عود ذرة شايل 2 و3، وطريقة التسميد بالمركب العضوي النوفا بلس أجبرت الذرة خلال 40 يوم إنه يربي أشواك على أوراقه زغب، وبالتالي بقت خشنة وبقى مستحيل على دودة الحشد احتمالها، ودي صفات وجينات كامنة في الذرة. كمان نسبة البروتين هتتراوح عند حصاد الذرة وفول الصويا ما بين 16 و22%، وبتكلفة ما تعديش 350 جنيه للطن الواحد، يعني يا بلاش. وبالمناسبة النموذج اللي اتطبق في أرض آل قادوس في قرية أشليم بمركز أوسنا بالمنوفية هو الثاني من نوعه، يعني دي السنة الثانية على التوالي اللي يزرعوا فيها الذرة الصفراء مع فول الصويا بضوابط زراعية محددة، لأن المعاملات الزراعية دقيقة جدا سواء في الري أو التسميد أو موعد الحصاد. تعالوا نقابل المهندس الزراعي محمد عبد السلام قادوس المزارع بقرية أشليم في مركز أوسنا بالمنوفية.
حاج محمد عبد السلام أدوس، خليني أقول لك على حاجة. أنت عامل تجربة ممكن تغير بيها وجه الإنتاج الحيواني في مصر. أنت زارع الذرة اللي طالع بكثافة وعامل كوزين من الذرة وزارع معاها فول الصويا، نسبة البروتين عندك وقت الحصاد هتبقى من 16 لـ 22، يعني أنت مش محتاج تجيب علف من بره. نعم. احكي لي بقى التجربة دي عملتها إزاي؟ والله يا التجربة دي الدكتور محمد عرض علينا، بالنسبة للي بيقوله الدكتور مع التطبيق اللي عندنا مع الكثافة مع الذرة، ما بقيتش متخيل إن الذرة هيجيب كوزين ويجيب الكثافة ويجيب البذرة. المهم يعني قلت جرب ما نشوف. فزرعت السنة اللي فاتت 20 أراض، كانوا على قطعتين 10 و10. زرعت ازاي بقى؟ هقول لحضرتك، خططت الارض الاول على 140 سنتي. 140 سنتي، 140 سنتي مساطر، المسافه 140 سنتي. وروينا الارض. بعد 10 ايام من الري بدانا نزرع الفول الصويا. فاحنا عندنا لمؤاخذه محراث صغير كده بنعلق فيه لمؤاخذه الحمار. مشينا على ظهر المصطبه دي بالمحرات الحمار، شقناه ومسينا سرسبنا الفول الصويا وراه في قلب الخط. وبعدين بعد كده طبعا خلصنا بنردم عليه وبنزحفه لمؤاخذه بالزحافه عشان نكتم الرطوبه على الحبايه عشان تضرب النبات وتطلع. بعد 10 ايام من التزحيف بدا الفول الصويا يبان يطلع. بعد 21 يوم هنا نزعت على 18، هناك على 21 يوم. 21 يوم الفول الصويا عايز ينحي، زرعنا الذره قبل الري. قبل الري طب انت الاراضي اللي حواليك كلها اللي مزروعه بالذره كلها متبهدله من دوت الحشد. نعم. كل الورق متقطع. نعم. وكل ورق متاكل. وحاجه منظر مأساوي. عندك انت هنا مفيش ورقه اتلمست. انا سالت فيها الدكتور محمد. ايوه افهم بقى. الدكتور محمد قال لي بان فول الصويا بيدي ماده للذره، وقال لي انا مستغرب من الورقه اللي عندك، الورقه اللي عندك خشنه قوي مش عارف ليه. ما هو قال لي برضو ان دي تاثير ان النوفا بلس بيعمل خشانة الدودة ما تعرفش تمشي عليه. عايز اعرف منك حاجة، انت كده الانتاجية ممكن توصل لقد ايه من الفدان والنص دول؟ خلينا نحسبها على فدان. تخش في 40 طن للفدان. 40 طن؟ تخش ال 40 طن. انت كده هتفرم كله مع بعض بالكيزان بالقرون بتاعت الفول كله هيتفرم. كله بزيت الفول اللي موجود كله بكله. كله كله. العود ده وده بينقطع من الجدر ويخش المفرمة. دي السنة التانية ليك في التجربة دي، صح كده؟ نعم. يعني شفت البهايم والبقر وهم بياكلوا. نعم. وشفت الإنتاجية وشفت التحويل الغذائي بتاعها. نعم. قول لنا إيه اللي حصل. الدسم بتاع اللبن بتاع البتاع زاد. القشطة يعني؟ القشطة ما أنا بقول لحضرتك إحنا ما كناش شفنا القشطة دي من أيام الكزب الأخضر اللي كنا بنجيبه من أيام بذرة القطن والبتاع دي. حقيقي حقيقي لما أكلنا من ده بان على البهايم وبدأت القشطة تبان في البهايم، اللحمة باين، المنظر الجسماني بتاع البهيم بيبان. يعني لما بص اللي بيمتي بتتغير ولا بتتغيرش من غير موزن من غير ما شاء الله شكلهم يفرح. ومع انه ما بياكلوش غير وجبه واحده من ده، ما بياكلوش غير وجبه واحده. والباقي اليوم ايه بقى؟ بياكلوا عادي بقى برسيم اي حاجه. يعني دي الوجبه المركزه، دي الوجبه المركزه بتاعتك. اللي بديها لهم المغربيه ما يخشوا على الحلابه. تعالوا بقى نقابل الدكتور محمد فتحي سالم خبير الزراعه الحيويه عشان نفهم منه اهميه فكره زراعه الذره مع فول الصويا وازاي هتوفر كميات ضخمه من مياه الري لمصر وكمان تقلل في تكلفه العلف بصوره مذهله للانتاج الحيواني. ركزوا معاه. الناس فرحانه بالتجربه والنتائج ممتازه جدا سواء في الصويا او في الذره، والحصاد هيبقى رائع، والانتاجيه المزارع نفسه بيقول لي هنعدي ال 40 طن. لا افهم ده حصل ازاي وازاي الحقل ده لم يصاب بدودة الحشد. أنا قلت لحضرتك أنا مسؤول إن مشروع البتلو ينجح بالتقنية دي. لما أقول لحضرتك إن فداني وأسغانم بالسلاج العادي الذرة اللي مصاب بدودة الحشد ما يعديش 15-20 طن، ده ما فيهوش دودة حشد. وليك تتخيل إن الصويا عاملة كده. أي لا لا شيء مذهل. شوف القرون عاملة إزاي؟ دي إحنا خد بالك أسغانم بنحصد القرون دي مع الكوزين دول في العود. فرمة ورا مرة. وكله يتفرم. كله لازم يتفرم. اللي بنعمله ده بنسميه حاجه اسمها انتر كروبنج، تحميل، احمل الذره على فول الصويا. اما اقول لك احمل على فول الصويا يبقى الصويا تزرع الاول. انا عندي حلم ان المزارعين في بلدنا يبقى هم مزارعين مستنيرين. المساحات عندنا فدان، فدان ونص، فدانين، ثلاثه، الجامد قوي يبقى عنده 8-10 فدان. طيب انا عايز اوصل الفدان ده يديني علف حيواني وعامل معادله كده من 12 لـ 14 راس. النورمال الفدان يشيل 3 روس بس. يعني لو انا عايز انجح في مشروع بتلو ده المشروع اللي ينجح مشروع بتلو في مصر. انا وفرت علف ببلاش. ايه اللي عملناه هنا عند الحاج محمد؟ قعدنا معاه، هو ده خالي لازم على طول، يعني خالي مباشر، وهو من احد رواد الزراعه في القريه، فهو كلمته مسموعه. كان عنده بعض الاعتراضات لان هو مهندس زراعي،
فقعدت رسمت له فرق زي ما عملت حضرتك في الحلقه في الاول كده، رسمناها رسمه عشان هو مش مقتنع ان في كثافه نباتيه هتقل، فبنثبت له ان الكثافه النباتيه هتزيد 7000 عود للفدان كمان اكتر، يبقى عنده كثافه نباتيه اعلى من العادي اللي بيعمله. ابتدى يقتنع، بقى له نقطه بيناقش فيها، طب الصويا اللي ظهر مصطبه 140 سم هترتوي ازاي؟ يا فندم الصويا عايزه ميه بالنشع، اللغه الدارجه كده. طب اشمعنى الصويا؟ اشرح لي اشمعنى الصويا. تمام كويس، انا جاي لحضرتك اهو، الصويا اللي حضرتك شايفها دي بالقرون دي كلها كده، يا رب يا رب الكاميرا جايبه القرون. ده بروتينها واسغانم 46% بالزيت بتاعها. احنا بنعمل ايه؟ بفرم ده مع الكوزين دول في العود ده كده كده، ده لازم يتفرم كله مع بعض. تمام. يعني كويس قوي يبقى الموقف كده، كله يدخل الدراسه مع بعض، كله يندرس مع بعض. آه. وبنضيف ماده تعمل جوده للسلاش كمان عشان ترفع البروتين. البروتين اللي هنا لا يقل عن 20%، بروتين الذره العادي ده وبال حضرتك انت حضرتك مشيت في ارض كلها كله كوزين كده. تمام. انا عندي كثافه نباتيه هنا في الـ في الـ في الذره 28000 نبات، في كوزين 2 عندي ميكروب من 56000 كوز. اما نيجي نقيس البروتين بتاع الذره العادي السلاج العادي الذره فقط الاقي من 6-8%، عندنا من 16-22% حسب كثافه فول الصويا. يعني بيرفع كثافه الفول الصويا هي اللي بتحدد البروتين، نسبه البروتين. لان هو طب بروتين. انا عايز اسالك سؤال، انا معروف ان الذره طاقه. تمام. الفول الصويا بروتين. تمام صح كده، احنا عاملين ميكس، مش احنا بنعمل كده في العلف؟ صح هو كده الميكس ده، وهو الاخضر كده بيبان. اه طبعا، انت لو سالت كل المزارعين طبقوا التقنيه دي عنده انتاج لبن مضاعف، عنده انتاج فات اللي هو القشطه والزمن، ودين مصر في الصناعات اللبنيه. خد بال حضرتك برضو يعني التقنيه دي مبني عليها اصغر، ما وفرت طن علف ب 250-300 جنيه بدل 15000 جنيه، قصه أيه. تانية خالص تنقل مصر كلها. تخيل حضرتك اصغر عندنا لو 3 مليون فدان هزرع فول صويا وذره مستقلين في مليون، وازرع ميكس كده للثروه الحيوانيه، انا بستورد اصغر ما يقرب من 10 مليون طن لحوم حمراء مبرده ومجمده. ده صحيح. التقنيه دي تحل مشكله اللحمه الحمراء، لان عندي علف ببلاش. اخر حاجه ودي اللي مهمه لازم اكد عليها، احنا بنسيب في الارض دي 200 وحده ازوت للعروه الشتوي، فاحنا مش محتاجين نحط يوريا ونترات في العروه الشتوي. اسالك سؤال بقى فضل. خبيش شويه فضل. هو الخشونه بتاعت الورقه دي صنف دي مهمه ولا معاملات زراعيه؟ معامله. بص حضرتك ازاي طلعتها ازاي يعني؟ بص حضرتك ده عمرك شفت اصابه حاجه هنا في الارض كلها؟ شوف جيراننا عاملين ازاي في الارض. ايوه ماشي، يعني احنا اللي عملنا الشوك ده، عاملين الشوك ده بالتسميد، نحفز النبات دي بنسميها سبايكس، ليف سبايكس. آه. ليف سبايك لغه بالبلدي كده اشواك. طيب دي صفات كامنه جوه النبات؟ لا يعني كان جوه النبات بالظبط، كان جوه النبات. لو سمدنا كيماوي، انا هوري حضرتك نفس الصنف ده مزروع ذره كيماوي. ايوه ورق حرير، ورق ناعمه خالص، والدوده واكلاه كله. يعني الدوده ما عرفتش تتعامل مع الخشونه دي، مع النبات ده. وقايله وانت جيت عندنا السنه فاتت في المكتب وحضرتك فاكر كنا عاملين مركز ابحاث في الشركه عندنا، وحضرتك شفت الدوده بتاكل ده وسايبه ده، كان ده تمهيد للسنه دي اللي حضرتك السنه اللي فاتت في شهر 8 السنه اللي فاتت 22 لما حضرتك جيت المره المكتب. يا سلام. والله كان كده. بص يا اصغر، مش هنقدم تقنيه للناس علميا لما كنا احنا درسناها بحثا كويس قوي ودرسناها علميا وعملنا تحليل كيماويه وقلنا الدوز ايه وحسبنا كل حاجه. اللي تابع تجربه ال قادوس في زراعه الذره الصفراء وفول الصويا في ارضهم بالمنوفيه هو المهندس الزراعي عمر الهواري، عضو الفريق الفني لشركه رويال جرين تكنولوجيز. تعالوا نقابله. مهندس عمر الهواري، حضرتك من ساعه ما دخلنا المكان ده وانا شايفك ماسك عود من فول الصويا وبتعد عدد القرون. تمام. ليه بقى؟ عايز افهم. احنا باختصار شديد يا استاذ محمد، احنا هنا عاملين تجربه نموذجيه عشان نفهم الناس يعني اصلا زراعه حيويه، اسلوب زراعي نظيف بحول المزارع واحول المزارعين اللي معايا الفلاحين من اساليب زراعيه خاطئه بحولهم الى ممارسات زراعيه جيده. احنا هنا يا استاذ محمد شغالين من البدايه بالاسمده الحيويه نوفا بلس ونوفا كي بعيدا عن اي كيماويات. تمام. احنا بنعمل حاجه اسمها اسراء حيوي. تمام. اسراء حيوي للقمه اللي احنا بننشط الميكروبات التربه النافعه اللي احنا بنشتغل عليها عشان تطلع المقمره دي. بعد كده احنا بنبدا نتجه للتربه، بنوزع الماده العضويه في التربه ونبدا نجهز الارض على 140 سم زي ما حضرتك عارف كده. بعد كده ان احنا بنبدا اول حاجه نجهز الارض، ننزل المقمره معايا، بعد كده نبدا نروي الارض ونحقن سلالات بكتيريه عن طريق النوفا بلس في التربه، بعد كده نبدا نزرع الفول الصويا الموجود عندي. بعد 21 يوم بالظبط نبدا نحمل الذره على فول الصويا زي ما حضرتك شايف كده. دوده الحشد خطيره فعلا ودمرت مساحات كبيره مزروعه بمحصول الذره. تعالوا نتعرف عليها خلال لقائنا مع المهندس خالد طاهر، عضو الفريق الفني بشركه رويال جرين تكنولوجيز اللي اسسها الدكتور محمد فتحي سالم. انت متخصص في دوده الحشد المقاومه، دارس المقاومه،
عايز اعرف الدوده دي هنكافحها ازاي. في البدايه استاذ محمد انا برحب بحضرتك. تاني حاجه لو هنتكلم عن دوره الحشد، دوره الحشد اصلا كانت بدايتها في افريقيا من 2015 وكانت بدايتها في مصر انا درستها في الكليه في 2020 كانت بدايتها في 2019، وهي اصلا بتسمى بدوره الحشد بسبب السلوك الغزوي ليها او زي ما بيطلق عليها فول ارمي وورم، بتدخل الارض بتكتسحها لان هي بتتغذى في الليله الواحده على 80 ضعف وزنها. تاني حاجه برضو من ضمن اخطارها ان هي لها القدره على ان هي تطير في اليوم الواحد او في الليله الواحده حوالي 100 كيلو، ممكن في خلال دوره حياتها ممكن تحط ماكسيمم او افريج 1600 بيضه. احنا بقى في مجال الزراعه الحيويه بدانا نشتغل مؤخرا على مكافحه الافه دي عن طريق التربه بتاعتي وعن طريق مناعه النبات نفسها. عن طريق التربه ان انا بحول التربه بتاعت التربه صحيه ريزيستنت اند هيلث سويل، والتاني حاجه ان انا بكسر طور العذره بتاع الحشره في التربه عشان ما تكملش دوره حياتها فبحد من الاضرار بتاعتها. تاني حاجه انا بعمل حاجه اسمها بوردر افكت عشان اعمل حاجز ما بيني وما بين جيراني علشان ما فيش حشرات تيجي من عند جيراني الارض بتاعتي. بعملها ازاي؟ النبات مقاوم والتربه مقاومه، تربه صحيه ومقاومه هيلثي اند ريزيستنت سويل، فبالتالي التربه ما بتجي الحشره ما بتجيش عند الارض بتاعتي عشان انا عندي تربه صحيه ونبات مناعته عاليه. المناعه بتاعت النبات دي جايه ان انا بشتغل عليها بالاسمده الحيويه عشان ارفع مناعه النبات، بالاضافه لان انا بعمل حاجه اسمها بريكالس اللي هي موجوده على الورق دي او الزغب اللي موجود على الورق، فالحشره بتصعب او بصعب الحشره انها تتغذى عليه. النموذج اللي قدام حضراتكم ده بزراعه فول الصويا والذره على مصاطب، حل سحري لتوفير الاعلاف الخضراء لمنتجي الالبان واللحوم من اصحاب مشروعات الانتاج الحيواني وباقل تكلفه، وبالتالي هو كفيل بتشجيع المربين للثروه الحيوانيه على الاستمرار ومواجهه ازمات ارتفاع اسعار خامات الاعلاف. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أتكلم عن مشروع تجمع النهايات في منطقة رأس سدر في جنوب سيناء. ده مشروع عظيم جدا هدفه توطين العديد من الأسر في مساحة 1050 فدان في مدينة رأس سدر في منطقة اسمها تجمع النهايات. الناس أو هذه الأسر اتقدمت لهذا المشروع من حوالي 4 سنوات وسددوا المقدمات اللي هي 100,000 جنيه عن الأرض اللي هي 5 فدان وبيت في منطقة تجمعات النهايات، واستلموا بالفعل الأرض والبيت من حوالي سنة ولكن بدون خدمات، لا مياه ولا كهرباء، يعني بلا حياة. المشروع تابع لولاية محافظة جنوب سيناء، والناس راحت أكتر من مرة للمحافظة حتى يمكن استكمال المرافق لهذا المشروع العملاق. ده 1050 فدان وعشرات الأسر المفروض أنها تتوطن في منطقة نهايات التجمعات برأس سدر. الكارثة الكبرى أن المشروع اليوم يتعرض للتخريب والتدمير المتعمد. عصابات تدخل إلى هذا المشروع بتسرق كل حاجة، الأخضر إن وجد وأيضا اليابس، مش سايبين لأبواب ولا شبابيك ولا معادن، أي حاجة داخل هذا المشروع يتم سرقتها على الفور، والناس لا حول لهم ولا قوة، بيزوروا المشروع عشان يتحصروا ويرجعوا مرة تانية إلى بيوتهم رغم إنهم باعوا كل اللي وراهم وقدامهم وتخيلوا أنهم قادرون على التوطن في منطقة تجمعات النهايات في مدينة رأس سدر. النداء للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، محتاجين تدخل عاجل وسريع من حضرتك مباشرة لإنقاذ مشروع تجمعات النهايات في منطقة رأس سدر، يتعرض للتخريب والنهب. دي أموال الدولة ومن مستحقات من فازوا بهذا المشروع واللي اخترناهم بكامل إرادتنا وأكدنا ليهم أنهم هيتسكنوا في هذا المشروع العملاق. محتاجين حمايتهم، محتاجين توصيل المياه والكهرباء. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت
فريق الجدعان يزور جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادات، والتي تعد من أحدث الجامعات المصرية على الإطلاق، وصدر القرار الجمهوري بإنشائها عام 2021 بهدف خدمة القطاع الصناعي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.